جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أصلي الفريضة وأنا واقفة، وفي بعض الأحيان يصيبني الفتور مما يجعلني أصلي النافلة وأنا جالسة، هل يجوز ذلك أو لا؟ يجوز صلاة النافلة من الجالس، فإن كان معذورا فأجره كامل، له مثل أجر القائم، وإن كان غير معذور فإن له نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا بد من القيام فيها مع القدرة، قوله تعالى: وقوموا لله قائما. وقال صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الفريضة. نعم.